الشاعر يحيى نبيل، الشاعر يحيى نبيل البص. اللي كنا لسه بنشكره. البص كان لسه والله كان بيقول في حقك كلام حلو جدا والله، فهو يعني مساء الخير. مساء النور. كان بيقول كلام حلو قوي. مبروك عليكم اول حلقه في البرنامج. الله يبارك في حضرتك يا فندم. بس انا حبيت يعني امسي عليكم وعلى محمد سويد وبقول له يعني ان شاء الله يعني كل تاخيره وفي خيره يعني ان شاء الله هو جاي يعني، عشان هو موهوب وهو من نوعية المغنين اللي في مغني لما بيغني كلام بيخليه أحلى من ما هو مكتوب كمان، فهو عشان صوته حلو فالكلام بيطلع أحلى من ما هو مكتوب. ده بجد والله يعني أنا مبسوط عليك بتكتب له الأغاني وبيطلع حاجات حلوة قوي قوي يعني، فيا رب تفضل بقى الأعمال كده، وعايزين حاجات جامدة قوي يطلع بيها محمد أعلى أماكن ممكن نتخيل عشان نستضيفه مرة واثنين وثلاثة وأربعة. إن شاء الله إن شاء الله. هتقول له حاجة يحيى بقى؟ مش بس بيكتب أغاني، هو كمان تقريبا هو محمد سويد بالنسبه له بروجكت يعني. هو واقف مع محمد سويد لحد ما محمد سويد يبقى موجود في المكان اللي يحيى عايزه واللي انا عايزه يعني، هو عارف انا عايز ايه اكتر من محمد سويد. يا رب فريق عمل ناجح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعني بشكره، بشكرك يا يحيى وان شاء الله دايما معاك. شكرا استاذ يحيى على تليفونك الحلو ده. لا ميرسي جدا على الايه. شكرا بشكرك يا فندم.